أحلى حاجات وساعات ساعات 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 أنا اللي بعرف في التسنيات. مرحبا يا حلمين، بوعدكن إنه الليل الدقايق رح تصير ساعات محارسة الوقت بالدرة. أنا درة اللي بتحكم بالوقت، أنا اللي بتحكم بوقتكم بالأكاديمية، أنا اللي بعرف مين حان وقته يفل. شو يا هايدي؟ عم تغني للسنين اللي راحت؟ الليلة رح تغني للوقت اللي رح يروح لما تسمع النتيجة. وبعدين من اللي هي بعيد ميلادك احفظي هالسنة منيح، يمكن ما تتهني. وانت يا محمد سعد كمان بالبرايم عم تغني للزمان. امتى الزمان يسمح يا جميل واسهر معك على شط النيل؟ الليلة يا جميل الليلة درة رح تسمح لك في سهرة على شط بحر النومينيشن. ويني سهيلة ساعتك اجت ولك صرتي تحكي حالك؟ يا حرام يا سهيلة، هيني اخرتك تتكلمي مع الدبدوب؟ خلي الدبدوب يخلصك الليلة. فيكي تطلعي تبكيله تشكيله من هلا. كمان دينا مش مسامحة ولا أنا مش مسامحة. دينا وسهيلة الليلة انتبهوا كتير منيح على كلامي، رح يكون قاسي وحد لأنه حان الوقت لتعرفوا مين هي درة وشو بتقدر تعمل. 10:11 دقيت الساعة من الليل وغيرة وحدي وفجأة دق الباب شي بعدني عم حط راسي على المخدي وصرت قول الحالي مينو بهالليل اللي لاحقني. طلعت حنان، حنان شو قولك الليلة رح تكون آخر ساعاتك بالأكاديمية؟ مروان بدك تفضح يلي صار وصمتك عم يعذبك؟ أنا رح أقول لك شو رح يعذبك الليلة. فيز ما بقى لما يوقف الزمن فيك وبتلاقي حالك أنت حارسة الوقت رح تعرف يلي صار من أولى بالأملي أو ثلثي على الطاير. اللي بتأسس علي عم تغني لي إلي أنا بترح لك مشوار. قلت لها يا ريت أنا حوالي لا شيء اطار شو مفكر، بس أنا ما رح خليك بالبيت الليلة عندك عزيمة لعندي أنا. إيهاب ومحمد عباس ونسيم بالبران غنيتوا تلاتتكن سوا، قولك رح تضلوا تلاتة الليلة أم واحد أو اثنين أو تلاتة منكم رح يكونوا نومينات؟ محمد عباس عم تغير لي ديكور بالأكاديمية يا باش مهندس، تعال درة وغير لي ديكور بيتي. معناها الاثنين نسيم تفضل. ما رح ازعل على شي، ما رح ابكي على شي، ما رح اندم على شي، بس رح اقول لك ضعفين هالمرة. تعال عندي بكفي لك الريجيم. الريجيم أنيس اسمعني شوي، هودي حركات الرقص بالمسرح مش عاجبيني ابدا ابدا ابدا. الليله رح ترقص لما تسمع النتيجه. مش مصدقني؟ رح احكي لغتك. Don't believe me, just watch her. No way!
الرعب. ما بينش النار، مين قالكم من بيناتكم راح يعد الساعات؟ مين راح يفكر بالتصوير؟ كيف بده يكون منيح بالبراين الجاي؟ ركزوا منيح وانسوا الوقت، الليلة حارس الوقت مع الخبر. أول نومينيه الليلة رح يوقف الزمن عنده ورح قلبه يدق مثل عقارب الساعة. أول نومينيه شانتال. عم بتقلب أنت، شو بكون طلعتوا هيك؟ اللي ما بيوصل تيك تاك.